قصص الحيوان نتعلم منها زيادة علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام رحمة من المولى تعالى كل حيوان معجزة حكايات كتير عبر وعظة تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مقربة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها حيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى المفروض اننا نتعلم من كل ده على فكرة ان العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الاخر تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها مقربة لينا الأمثلة سهلة وبسيطة المسألة حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على اخفضي صوتك يا حبيبتي حتى لا تفزع العصافير ميه. خذ الطعام ودعيني اراقب الطيور وهي تبني اعشاشها الحمد لله الذي اعاننا على اطعامهم فقد اكلوا جميعا بفضل الله انتظر ايها الراعي انا لم اتناول طعامي بعد لمن هذا الصوت المزعج؟ هل أزعجك نعيقي إلى هذا الحد؟ أنت شأمت مثل معظم الجهلاء أنا لم أقل هذا معاذ الله لقد نهانا ديننا عن التشاؤم وتصديق الخرافات مجرد كلام لا يكاد أحدنا يضعك فوق شجرة إلا ويشعر الناس بالضيق والخوف والتشاؤم قد يكون صوتنا أقل في جماله من صوت البلبل غير أنه لا يمت بنسب إلى الشؤم الشؤم كلمة إنسانية تنطبق على تصرفات ابن آدم شكرا على كل حال العفو أنا لا أذكر إلا الحقيقة أحيانا يتصرف الإنسان تصرفا شريرا فإذا صرخ الغراب فوق شجرة نسي الإنسان تصرفه وذكر صوت الغراب ونسب إليه الشر كفى أيها الغراب لقد نفد صبري معك لن أتحمل المزيد من الإهانة لماذا تكره الناس إلى هذا الحد؟ قل لي أنت أولا لماذا تكرهون الغربان؟ نحن لا نكره مخلوقات الله ولكننا نكره الطباع السيئة انصرف لن أعطيك طعاما ومن قال إنني أحتاج طعامك أيها المسكين؟ أنت الذي تحتاج إلى طعامي لتنال الثواب ولن أمنحك شرف إطعامي
كان الغراب على حق، أنا الذي أحتاج إلى إطعامه تقربا لله عز وجل. لم يكن من الأدب أن أمن عليه برزق أعطاه لنا الله. يا لك من صياد ماهر. ويا لك من شخص مزعج، إن السمك يهرب من صوتك. معذرة، سألتزم الصمت. ما الذي أتى بك أيها الراعي؟ جئت لأعتذر وأتعلم منك. إن في حديثك حكمة رغم حداثة سنك وريشك الذي لم يطله الشيب. يشيب على الأرض كل شيء باستثناء ريش الغراب. من رأى ما رأيناه واحتمل ما احتملناه لا يشيب مهما رأى بعد ذلك. عن أي شيء تتكلم؟ أتكلم عن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. لماذا أنت متحامل على الإنسان هكذا؟ لست متحاملا، لكنكم أيها الناس أعجب عجائب الدنيا كلها. كيف؟ أنتم تحبون الله وتعصونه، وتكرهون الشيطان وتطيعونه. معك حق، حدثني عما رأيته من ظلم الإنسان لأخيه. هذه حكاية قديمة حكاها جدي الأكبر لأولاده، ونقلوها هم لأولادهم، ومن حفيد إلى حفيد حتى وصلت إلي. كان جدي غربوب يعيش في قديم الزمان في عصر جدكم آدم عليه السلام، وكان لآدم ولدان، الأول اسمه قابيل والآخر اسمه هابيل. كان قابيل قاسيا ولا يحب إلا نفسه، أما هابيل فكان صورة للطيبة والخير على الأرض. كان الصغيران يلعبان ويراقبهما من فوق الشجرة غراب صغير اسمه على ما أظن غربوب.